حبايبي يعطيكم الصحة والعافية يا رب. ركز معايا اليوم بيفك الباب، بيفك الباب شاهين، قفل الباب توكلت علينا. على أي حال اليوم بإذن الله راح نظبط أطلق شاورما، مش أطلق شاورما، حنسوي شاورما على أصولها، يعني بدون فزلكة بالمكونات الرئيسية. وأسمع مو أسمع يا جماعة، أسمع يا أونر، يا أونر يا صاحب محل الشاورما، أصول أصول عمل الشاورما ايش هي؟ اول شيء نحتاج البطاطس تكون فريش وعريضه بالطريقه هذه. ليش؟ البطاطس فيها كميه نشا حلوه، لما تعمل معاها صوص ويكون معاك مثلا دجاج كذا مزيت ومرق، مو مزيت يعني مليان دهنه، الدهنه اللي من دهنه الدجاج نفسها، النشا حق البطاطس بيمسك الصوص. بعدين حتحتاج ثوميه، حنعمل الثوميه الاوريجينال هذه هي. بعدين حتحتاج حاجه اسمها كبيس، خيار مخلل. تعرف ليش يسموه كبيس؟ ليش سموه كبيس؟ كيف ينكبس؟ تكبس واحده واحده. الله الله الله. عندنا هنا الدجاج مخلي بالعظم، شوفوا كيف، يا سلام عليكم، ولا شلنا منه العظم ولا. طبعا تتبيلة الدجاج ما يحتاج، اهم حاجه الزيت والملح، الزيت والملح اهم حاجه، وطريقه الشوي حقها يعني هي الاصل على اللهب. احنا اليوم حنسويها مشوي كذا، مشوي بطريقه حلوه منزليه يعني. حنسويها بطريقه مشويه ان شاء الله. تحتاج كل اللي تحتاجه، ملح، ممكن تحط بهار ابيض يعني فلفل ابيض، زنجبيل، شويه عصير برتقال، شويه زبادي، يعني الامور هذه تعطيك يعني طعم طيب. تبغى طعم الدجاج يبنى، يعني لا تعطي مكونات ممكن تخفي طعم الدجاج. حنستخدم ولد دبانه كذا دخل عليك، عادي دبان، عادي عادي، انت كح خذ راحت. يسوي لي كت كل شويه. شايف كذا وصفه تعجبكم؟ فين المنشفه يا ابويا؟ يلا بسم الله. اول حاجه نضرب الحلوه، شوف لي الحلوه المضروبه هذه، زيت نمسجها، سلام، صلي على النبي وملح، بهار خفيف وريحها. عندنا هنا شواية إديسون من السيف جاليري، الاختراع هذا يا جماعة الخير مو خطير، وفرن بحاله، شواية فيها هواء يوزع الحرارة في كل مكان، ولما تيجي تحط مثلا دجاج سمك بيضغط معاك، لما بيضغط معاك ايش بيصير؟ الدجاجة ما راح، او السمكة دجاجة لحمة ما راح تخسر الجوس اللي فيها، لانه ما حتكبسها بقوة، حتكبسها بشويش، حتوزع الحرارة بطريقة مرة ممتازة. الماكينة هذه فعليا فعليا انا حبيتها بشكل ما تتصوروه، عشان كذا حتشوفوها دائما معايا، اسوي فيها حاجات مرة حلوة وافكار جدا جميلة. يلا نستخدمها، ننزل الدجاجة فيها، نساويها بالطريقة هذه. حلو فيها انه لما اكبسها حتنضغط على تحت. شغلنا المروحة عشان تتوزع الحرارة، والان نقفل عليها. نشا موية باردة، ولعها، شوف كيف مسك معايا، وننزله يبرد. حنستخدم الان محضر الطعام عشان نعمل الصوص. عندنا هنا محضر الطعام الجميل الانيق هذا من إديسون بالسيف جاليري، والله مو مقصرين معايا، والله تحية. واستنى الاسبوع الجاي في عروض حلوة. محضر الطعام راح نحط النشا، رشاية ملح، رشاية خل، ثوم، حنحط بليه، نزل الزيت بالتقطير، شوف كيف استوى معانا، شوف لي كيف كريمي يا سيدي، كذا جهزت معانا. وقت تشوف لي الحلوه، وقت تشوف كيف استوت وتقمرت وما زالت طريه ورطبه، الله شوف اللون. بعدين قصه شاورما، قصه شاورما، احلى بطاطس فريش، خبز صاج، بطاطس، دجاج، غرقها دجاج، كبيس، وغرقها ثوم، انا احب الثوم زياده، خلاص رفها، يا سلام، ورجعها على الشوايه. شوف 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 لي كيف التقميره، خلاص كذا اللفه الحلوه يا سيدي، شوف لي الشاورما جميله هذه. لا 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 لا، طلعها كاب، خلينا ندوق معاكم.